السلام عليكم ورحمة الله، معكم مريم بركات. مرحبا بكم في اتحاد اليوتيوبرز المغربيات لفن الطبخ، والحلقة السادسة عبارة عن حلقة خاصة بالغريبات المغربية التقليدية. والمنضمة إلينا حديثا شهوات نينا سوف تقدم لنا غريبة اللوز بدون فرن، وقناة طريقتي غريبة مع الكبل الكوك والزنجلان، وأيضا قناة حلويات فاتن سوف تقدم لنا غريبة بالكوكا والزنجلان، ومطبخ أم مصطفى سوف تقدم لنا غريبة الكاوكاو، أم ريان سوف تقدم لنا البهلة بمذاق الكوكيز، وحلويات خديجة غريبة باللوز والزنجلان، وطبخ حنان سوف تقدم لنا غريبة بالشوكولاتة، طبخ ليلى غريبة بالكاوكاو، شيوات كوزينتنا غريبة بالشوكولاتة، قناة دوق حكم غريبة اقتصادية، وسوسو كيتشن غريبة بالشوكولاتة الفيرميسيل، وقناة وصفات أمل قنطري غريبة سائلة بدون زبدة، وحلويات أسماء غريبة النخالة والكوك، وقناة أم نضال غريبة معلكة بالشوكولاتة، وحلويات النخيل غريبة بالبرتقال، سميرة الحامدي ملوزة بالبرتقال، وقناة كليكوك سوف تقدم لكم غريبة بالقرقاع أو بالجوز. سوف تجدون روابط جميع هذه الفيديوهات أسفل هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تزوروا الصفحة الرسمية للاتحاد وأيضا المجموعة في الفيسبوك. ووصفتي سوف تكون عبارة عن غريبة مغربية تقليدية بالجوز أو بالقرقاع، يعني القرقاع بالدارجة المغربية، الجوز باللغة العربية. هذا هو شكلها، من الحلويات التقليدية العريقة الغريبة. معروف أنها تكون بهذا الشكل، يعني السكر الثقيل وبها تشققات عريضة على هذا النحو. وأود أن أتأسف دائما أني ما أني أتأخر في تلبية الطلبات، صراحة هناك طلبات عديدة بمناسبة يعني حلويات العيد أو مناسبة العيد، لكن يصعب علي أن ألبيها جميعها. وبالنسبة للغريبة القرقاع أو الجوز، سوف نحتاج إلى نصف كيلوغرام من الجوز أو القرقاع، نحتاج أيضا إلى السكر 150 غرام من السكر، وسوف نحتاج أيضا إلى الفانيليا، كيسين من الفانيليا، إذا توفرت الفانيليا السائلة كان أفضل، كيسين ما يعادلها 14 غرام، وسوف نحتاج من بيضتين إلى بيضة ونصف بيضتين على حسب الحجم البيض، وسوف نحتاج أيضا إلى ملعقة واحدة من الدقيق، ونحتاج أيضا إلى ملعقة كبيرة من الجلوكوز أو شراب الذرة، وسوف نحتاج أيضا إلى ملعقة كبيرة من الزبدة في حرارة الغرفة، وكيس من الخميرة الكيميائية ما يعادلها 7 غرامات. أول شيء سوف أقوم بطحن الجوز أو القرقاع، لكن سوف أتركه هكذا حبيبات صغيرة، يعني كما تلاحظون هو فقط مجروش ليس مطحون تماما، هذا هو القوام. بعد ذلك سوف أضيف المكونات الجافة، ملعقة كبيرة من الدقيق وباقي المكونات، يمكنكم أن تضعوا كمية أقل من السكر 125 لا مشكلة على حسب الرغبة. وهنا سوف أضيف سكر الفانيليا، إذا توفر يعني السكر أو الفانيليا السائلة كان أفضل. بعد ذلك سوف أقوم بخلط المكونات بهذا الشكل، وأضيف الزبدة ملعقة كبيرة من الزبدة في حرارة الغرفة، يفضل يعني زبدة حيوانية من أصل الحيواني، وأخلط جيدا بهذا الشكل. بعد ذلك سوف أضيف البيضة الأولى، والبيضة الثانية سوف أتركها إلى أن أحتاج أن أضيف كمية، سوف أضيف فقط الصفار معه القليل من البياض، وأتحسس العجين، إذا احتاج إلى مزيد من السائل سوف أضيف، وإلا سوف أكتفي ببيضة ونصف، يعني تبقى المسألة على حسب يعني نوعية البيض أو حجم البيض عفوا. وهذا هو القوام المطلوب، عجين خفيف أو خليط خفيف، لكن أستطيع تشكيله بهذا الشكل، يعني على شكل كريات. هذا هو القوام المطلوب، لن أضيف كمية أخرى من البيض، أكتفي بهذا القدر. وسوف أقوم بتشكيلها هكذا كريات، وأضعها في السكر النائم
يعني هذا السكر غلاس او سكر نائم نسميه بدرجة سكر غلاسي سبيسيال، يعني الذي يحتوي على النشا او المايزينا، واقوم هكذا بغمرها يعني في السكر الناعم، واحاول ان اضع هكذا فوقها السكر واضغط حتى يلتصق بها بشكل جيد. يعني معروف الغريبة تكون فيها كمية سكر هكذا في الاعلى كبيرة. لاحقا عندما نريد يعني ان نتذوق يمكن ان نزيل يعني فائض السكر الناعم. وهنا بعد انتهيت من تشكيل جميع الكمية المتوفرة لدي، أدخلها للفرن مسخن، يكون مسخن على أعلى درجة، لكن عندما أدخلها أخفضه إلى 200 درجة، تأخذ فقط 10 دقائق لا أكثر يعني حتى تتشقق بهذا الشكل. ودائما أضعها في الرف يعني القريب من النار، ليس بشكل كبير، فقط يعني تكون قريبة من النار، وما إن تتشقق سوف أقوم بإنزالها إلى المرتبة الأدنى حتى تطهى، يعني كما قلت أقصى حد يعني 10 دقائق. وهذا هو قوامها من الداخل، عفوا يعني بالدارجة معلكة رائعة جدا، أنصحكم أن تجربوها. هذا هو قوامها. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة www.clickcook.com، سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر لايك إذا عجبتكم الوصفة، وعلى زر اشتراك لتوصلوا دائما بالجديد. أشكر متابعتكم.